What are we doing? I thought we were following them. We gotta keep our distance. This way we can get ahead of them. اهلا بكم مره ثانيه في حلقه جديده من لعبه مان اوف ميدان. طبعا كلنا عارفين ان لعبه مارفلز افنجرز نزلت ان شاء الله. انا حاليا بحملها فعلى حسب سرعه النت. لو فرصت بكره ان شاء الله هنزل في اول فيديو ليها بكره ان شاء الله. طبعا عشان الفتره الجايه مش هعرف امشي التلات العاب مع بعض, لان طبعا زي ما انتم عارفين بلعب لعبه هورايزن حاليا, فانا هضطر اوقفها شويه على ما اخلص لعبه مان اوف ميدان مع لعبه مارفلز افنجرز, عشان لعبه مان اوف ميدان قصيره شويه. بس وانتوا عاملين ايه؟ اخر مره كنا واقفين كنا الاخت السمرة اتمسكت عشان كانت هبله. طبعا مسكوها وحاليا دلوقتي بنهرب منهم. في حاجة هنا؟ مفيش حاجة. في ايه الصوت ده؟ استني يا حاجة انت ليه ليه بسرعة دي؟ طيب بالراحة شوية, اهدي. في حاجة هنا؟ مفيش؟ أنا شايف دي حاجة بتلمع ولا إيه؟ لا مفيش. ماشي. يلا. تتضايق؟ I don't think so. I swear we've been here before, Alex. Have you been leading us in circles? انا والله ابدا مش عارف احنا جينا هنا قبل كده مش فاكر. استني بس كده عشان اكيد المكان الواسع العريض ده كله اكيد في حاجه. يعني مش بقول لك ده ايه ده وصفه اكل دي ولا ايه؟ ايه hey, according to this today is beef casserole. Yummy. It's as if everything just ground to a halt on this one day. The whole ship just stopped functioning. ايه تاني؟ استني يا خراشي. بص هنا يا ابني بيكون في حاجة في هنا اهو. شوف hey, easy with that. We shouldn't be screwing around. بلاش ناخد بالنا من السكينة. طبعا لازم ناخدها طبعا يعني. تهزر. خدها طبعا يا حبيبي. ده لسه البي لسه ياخد رأيها. مفيش شخصية خالص. تعال تعال. Alright, now what is this place? I'm thinking we gotta go through here. شوف في حاجة هنا. في غبتين معاه. اوه ده حد بيقتل خمس سكينة. هو حاليا مفيش أي حاجة حد حصلت خالص. المفروض الحاجات دي المفروض بتنبهني من أحداث حاجات يعني هتحصل في المستقبل. بس مفيش أي حاجة حصلت خالص لحد دلوقتي مش عارف ليه. مع إننا المفروض يعني مشينا شوية حلوين في اللعبة. ده كتاب نوت بوك. وقفت افتح الكتاب. تاني. ماشي. ايه ورا المحطوط ده؟ مش ده اللي العيال كانوا بيلعبوا هنا؟ ولا دي حتة تانية؟ ولسه في حاجة تانية في الكتاب؟ لسه في حاجة تانية ما خدتش بالي منها ولا ايه؟
ما شفتها. اه روح كده. What? There's something in here with us. Did you hear anything? I know I saw something. It was moving in the shadows. Rats. Probably just rats. It's all rats. هي الفرق. Don't fucking laugh at me. بالراحة. في ايه؟ ما بضحكش. بقول لك يمكن يكون فار. هما ده البنات كده متعصبين. فعلا. احنا فعلا المرة دي في دايرة. طب نروح فين؟ اوكي. نو. This isn't working for me. يا نهار ابيض. اه. Not my scene, you know? You're right. It's gross and it's crappy. Gotta get out of here toot sweet. Okay, so can we just get the fuck out then? يلا يا اختي. What is this? إيه اللي هو this? توابيت سيادتك. مش وقت ده. انت بص على تابوت. Hey, we got a name on this guy. Who cares where they're from or where they're going? They're dead and we're not, so let's keep it that way. Run. النهار ابيض عليك يا عمي. ماشي. انت تفتح ام التابوت. افتح. اتخضيت. For human? What's the deal with this place? Okay, leave. Now. Leave. Okay, that's enough for the bone buddies. هو راضي يمشي. راضي يفلي في كل سبوه في كل تابوت. There's serious locks in these caskets. Why would they be chained and locked? Oh. Look at this one. Like for a kid or something. I don't want to know. Let's get out of here. أنا معاك والله. الستارة دي أكيد وراها حاجة. What is it? خرب بيتك. Seriously? Are you trying to freak me out? Huh? Can we just get out of here? الله يا عم انت. بص انت هجيب لي العصبيه والله. ماشي. انت شخصيه فار اصلا. Can we please hurry? I'm done sightseeing. Roger that. Let's go, boy. What the hell is making that sound? من الاخر عمال يخبط. What sound? الساوند. انت مش عامل عكس يا بنتي. الا why so spick and span. كان ده نظيف قوي كده ليه؟ ده نظيف جدا. ايه ده؟ دي جثث. لا مش مطمن. any medicine we find in here is اهو دواء. اهو والله مروق عليكم خالص. انا مروق عليكم. aspirin. I got a lot of problems but a headache ain't one. Oh, that better not be a veiled reference to me, mister. انت الصداع. تقريبا مفيش حاجة. انا خلاص. Fuck! Hey, this is no time to be fucking around. I'm serious. I can't take it.
بل انا والله انا مش عارف هو في ايه ده. انا عارف تلمسوا ليه؟ تلمسوا ليه؟ في حاجة هنا؟ ولا دي الجثة؟ استني يا ماما يا رب عليا. بص لازم نلعب كل حاجة لازم. What the hell? Looks like he died of fright. انا هسميك اليكس المذهول دايما دايما مذهول. عامل نفسه متفاجئ دايما. جالك اهو. حاضر حاضر خش يلا خش خش على الدكه. دي رساله ولا ايه ده؟ ده ريبورت تقرير. اوكي سو This guy had appendicitis, which is pretty routine, and then he died of a massive heart attack, which is not routine at all. Hashtag nope. مات من سكتة قلبية. كان بيعمل روتين الشك الروتين بتاعه. بيعمل الشك الروتين عادي وفجأة هوبا جاله. بتطمن لك توم لو كان بيعمل ايه بالظبط. انت انت بتعمل كشاف فين غير هنا؟ يلا حبيبي يلا يلا متفاجئ. انا اسف. ده جايبين زاويه. بص الزاويه يا نهار ابيض. هزروا يا جدعان. في ايه الجري المره واحده دي؟ خضتني على فكره بالجري دي. نفسي اعرف اسم مين ده. راح فين اخوه؟ مختفي. هو مش هيظهر ولا ايه؟ البت ايه خطفنا؟ Where are you taking me? Now why would I tell you? فلس لوردك. Tell me where we are going, damn it! ايوه خشب. ايه ايه انت ده بطيئه كده في كل حاجه بطيئه. You don't even know what you're doing. You just do whatever he tells you, don't you? هو جهاز هنعمل ايه؟ انا مش مطمن. حاجة ناحيتي هنا؟ مفيش. Thank you.
ايوه اوريت كم اوت شو يور سيلف انت يا سيد في ايه ده مفيش حد اصلا انا طالع خفيف خالص دامج These fucking places cursed. بتقول لنفسك. تعال نخرج. على اسم. Look at this. اللعبة كلها ضوضاء أصلاً ورعب أوسن في إيه؟ شكراً خدوا فينا إحنا لحد ما يجي لنا إحنا السكتة القلبية على طول بليز يو دونت هاف تو دو ذس في حاجة هنا؟ فيش؟ كمان انت رخي بس يا عم خلاص ماشي جيسس او كريست او كريست طب يا ابني تعال اخرج يا ابني That guy's probably still right here with us I mean you die on a ship you go stay on a ship Come on تعال اخرج يا حبيبي فضولية زي الأخ التاني ها إيه Where did all your friends go? I don't know what the fuck this is all about But we gotta keep moving and find Olsen Now من ده أولسن ونلاقي أخواته وأحمد السيد و Olsen العيلة والعيلة كلها Merde Qu'est-ce que tu fais? يا ابني عملت حاجة أنت جاهز يا ابني يا نهار أبيض على الزاوية. اللي هو الإيد اللي اتشالت من دلوقتي. استنى بس يا حاج لما تشوف ال استنى يا رخي لما اشوف أم الصورة. ده أنت سائع. أقسم بالله سائع. Keep moving. هتموت موت الكلاب دلوقتي اقسم بالله اول واحد هيموت تعال تعال ايه خش خش بقلب جامد مين اللي بيحصل الله ايوه ده جاري What the hell? What the hell ايه؟ تبقى مت... هي اللي... الأخرى بتاعت بابا اتحركت وانا بتهيألي كان بتقفل بس بالراحة بشويش كده مين ده؟ هنشوف الحتة دي الأول مفيش يبقى هنخش طوابي
ها يلا 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 احسن. هلو از اني ون ذير؟ في حد هنا يا جماعه؟ انا عاوز اخرج من هنا. الله على الكلام الجميل. النور كمان اتطفى. يا نهار ابيض. احنا هناكل ضرب. مش عارف ايه. مفيش حاجة انا. مفيش شبح هنا. شايف ما ممكن انا ممكن اطلع اجري على ام السطح بتاع القارب وارمي نفسي في الميه. يعني اكرم لي والله اكرم لي من الرعب اللي الواحد عايش فيه ده. في ايه؟ Jesus. What happened down here? بقول لكم ايه، مش ناقص تهيؤات الله يستركم. ايوه سكينة ماشي كويس. السكينة تعمل ايه؟ ده الأخ كان معاه مسدس ومات. يا عم ارحمونا بقى. في ايه؟ كان ينفعش على فكرة. ولا يا بريد ده كله مستخبي؟ بتهزر؟ الرق ايه؟ ده واحد بقاله 3 ساعات مستخبي، يعني المفروض اللي هو ده كله ما سمعش صوت خالص يقول لك يلا اطلع. يا نهار ابيض. مالكش حل يا ابني. ايه ويلكم تو ذا بارتي مان. اهلا بيك للحفله الجميله. قولي الشيت ارجع للقارب تاني لو منك. طيب يا جماعه هنقف النهارده لحد كده. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. بكره باذن الله لو خلصت الداونلود بتاع لعبه مارفلز ان شاء الله هتشوفوا اول فيديو منها النهارده. لو ما حصلش يبقى نكمل في لعبه مان اوف ميدان. متنسوش تعملوا لايك، ولو انت جديد اعمل سبسكرايب. اشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامه.